موضوع ان الست تروح تشد عضلات او بطريقه التونينج يعني، هي فاشرحها لنا اكتر. هي الموضوع مش الست بتروح تعمل عضلات على قد ما هي بتروح، لان جيناتيك الموضوع عشان الست تعمل عضلات محتاج وقت كبير جدا. وكمان وراثيا طبعا الهرمونز اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، ان ما ينفعش ان هي تعمل ماسلز بس، هي بتعمل تونينج من خلال اكسرسايز معينه، تمارين معينه خلال جوه الجيم بتساعدها ان هي جسمها دايما يبقى مشدود، اردافها دايما تبقى مشدوده، بطنها، لان البطن مهمه جدا بالنسبه للستات، بيبقى اغلب الناس جايه الجيم عايزه تنزل دهون اللي على البطن. فده من خلال التونينج. التونينج دوت ما بيتعملش غير على فتره. احنا يمكن هنشوف معاك، لان احنا هنروح الجيم ونشوف الحاجات دي كلها على الواقع، بس محتاجين برضو ان احنا نعرف منك تفاصيل اكتر. طيب هو البرنامج عامه بيتعمل على مدار شهر ونص شهرين، بنبدا من خلاله بنشتغل في المناطق الاكثر محتاجين فيها تونينج، زي الارم، زي الدراعات، زي الارداف، زي البطن. دي المناطق اللي محتاجه فعلا تونينج. في ناس بتيجي بتبقى عايزه البرنامج دوت عشان خاطر مثلا رايحين يصيفوا، رايحين الساحل، رايحين العين السخنه، فورمه الساحل. الناس بقت عندها شويه فكر شويه ان هم عايزين يعملوا كده عشان خاطر لما يجي عليهم الصيف يبقى فيه شيب كويس. تمام. فاحنا بس كل اللي احنا بياخد عايزين وقت قد ايه مثلا تقريبا يعني؟ يعني في ناس حسب نوع الجسم نفسه، في ناس بنبدا معاهم ببروجرام يقعد من شهر ونص 3 شهور، في ناس ممكن يقعد معاهم 6 شهور. وقت طويل برضو. 6 شهور والنتيجة بتبقى ظاهرة قوي جدا، لان الموضوع كله بيبقى بتظبطي الاول الاكل، وبعد كده بنبدأ نتكلم في التمرينات اللي هي بتساعد على كده. اوكي. بس هو الموضوع يعني صعب. صعب. يعني احنا نقدر نقول انه اي رياضة لازم يبقى ليها علاقة مباشرة او غير مباشرة بلايف ستايل الاكل بتاعي. دي حقيقة. يعني لازم ابقى انا مظبطة طريقة اكلي باكل صحي، خضار، مية كتير، عشان اقدر يبقى في نتيجة من الجيم. هي نسبة كده الناس عملتها 60% من لايف ستايل نيتريشن الاكل، و 40% رياضة. هي دي العلاقة اللي ما بين الأكل والرياضة. لو ما فيش أكل كويس وهيلسي، اللي انت بتعمليه في الجيم ما بيساعدكيش ان انت تعمليه في مدة قصيرة، لا، المدة بتزيد معاكي أكتر. تمام. فاحنا الأول بنبدأ نظبط الأكل ونشوف الجسم محتاج ايه، من خلال طبعا البلان اللي انا قلت لك عليها، الخطة اللي انا قلت لك عليها في الأول، اللي هو بنشوف القياسات، حجم الدهون وحجم العضلات، وبعد كده بنبدأ نحط البرنامج بتاع التمرينات.